هنروح لتنس الارضي. تنس الارضي في النادي الاهلي الحقيقه برضو من الانديه الكبيره جدا في اللعبه دي هو النادي الاهلي. فريق ناشئات التنس الارضي تحت 12 سنه بيحصدوا المركز الثاني في بطوله الجمهوريه او الدوري العام. والملعب ده او البطوله دي اتلعبت على ملاعب نادي الجزيره او النادي الاهلي فرع الجزيره، واتلعبت النهائيات في نادي التوفيقيه. انما الناشئين بقى 12 سنه للاسف ما حلفهمش الحظ وجم في المركز الخامس. كل التوفيق طبعا ليهم. كاميرا الابطال كانت موجوده في البطوله، سجلنا التقرير اتفرج عليه مع حضراتكم ونرجع لبعض تاني. احنا من حوالي 3 شهور من ساعه توليت المسؤوليه والحمد لله احنا ركزنا على اللياقه البدنيه للاعبين والروح المعنويه. ما كانش ينقصنا الجانب الفني وكان مستمر معانا. النقطتين دول احنا اعتمدنا عليهم وان شاء الله يعني انا شايف في نتائج كويسه في الملعب وباذن الله نستكمل الدوري بمسيره كويسه. احنا النادي الاهلي تاريخه طويل في التنس، يعني من اعرق الانديه، وكل اللعيبه اللي موجوده في الانديه الاخرى سواء مدربين او لاعبين كبار كلهم منشأهم من هنا من النادي الاهلي، ولذلك احنا بنهتم بالمدرسه وقطاع الناشئين اهتمام قوي جدا لانه على المدى الطويل هو اللي بيخرج لنا الابطال. ما فيش ماتش سهل وماتش صعب. طبعا في فرق اجمد من فرق، بس في الاخر هو احنا بنلعب 9 ماتشات. اللقاء الواحد فيه 9 ماتشات. فبنستعد لكل ماتش زيه كانه ماتش البطوله. فكرة ان حتة الاول دي طبعا هي دي قاعدة النادي الاهلي، بس في السن الصغير ده بيبقى صعب اضغط عليهم قوي ان احنا الاول. طبعا احنا بنبقى شغلنا ان احنا هنطلع اول ان شاء الله، بس مش عايز ببقاش احط الضغط على الولاد الصغير، هم لسه صغيرين. بس الاستعدادات بالنسبة لنا احنا هي حياة وموت، احنا مش هنقبل مركز ثاني ان شاء الله، يعني ربنا يكرمنا. بس يعني الموضوع محتاج زقة ان شاء الله. يعني والله طبعا احنا الدوري السنة دي مقسم كذا مرحلة سنية، مرحلة 12 و14 16 ناشئين، زائد بعد كده مرحله العمومي رجال وسيدات. للسيدات اللي احنا كنا على تواصل الاول، عملنا القرعه مع كل الانديه واعلنا الجميع مواعيد المباريات، وكان في ماتشات هنا بتتلعب في النادي الاهلي، في ماتشات في الانديه الاخرى. بس والاداريين الصراحه في الانديه كلهم عملوا شغل كويس جدا، ان التنسيق ما بين الانديه والاتحاد دي اهم حاجه عشان نجاح البطوله. والحمد لله شايف الماتشات كويسه جدا، بقينا مركزين في كل مرحله سنيه، فالتركيز بقى يعني بيدي الانديه فرصه تبقى كل مثلا فور اكزامبل النادي الاهلي يكسب مرحله 12 ناشئين، النادي الصيد يكسب 12 ناشئات، ففي كده زي ايه فرصه لكل الانديه تكسب المراحل السنيه في الدوري العام. يعني طبعا كل ماتش بيكسبوه بيدوهم ثقه كبيره جدا، لان هم بينزلين لسه قلقانين وبدايه ماتشات، والاهلي اسم كبير برده نفسهم يكسبوا، فطبعا كل ماتش بيكسبوه بيديهم ثقه كبيره جدا، بيخليهم نازلين الماتش اللي بعده وعندهم ثقه اكبر ان هم ممكن يعملوا حاجه. انا لعبت رنا عثمان والحمد لله كسبت 4-1 فور لوف. هو الماتش كان حلو وانا لعبت حلو جدا فكسبت، وانا بحب قوي السبورت بتاع التيم بتاعي كله، كانوا بيشجعوني والكوتشز، ويعني كان حاجه فن. زي ما حضراتكم شايفين ده المصنع اللي خرج لاعيبه زي ميار الشريف.